ارسال من اعلى، استقبال من النادي الاهلي، عبد الله عبد السلام يا بطل، ونقطه 25، والنادي الاهلي يفوز بالبطوله الافريقيه من ارض تونس. الاهلاويه الكبار اللي بيتوجوا بالبطوله الافريقيه ويشوط بالشوط الفوز الشوط الثالث 25-17 والنتيجه 3-1، ويفوز النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه ويحقق بطوله جديده لصندوق النادي الاهلي. فرحه ما بعدها فرحه، يلا يا رجاله فرحه، نفوز بفوز النادي الاهلي بفريق الكرة الطايرة للبطولة الأفريقية. مش قادر أعبر والله يا جماعة، النادي الأهلي أثبت جدارته وقوته ومهارته، وأنا قلت في الأول إن النادي الأهلي أحسن وأفضل من الناحية الفنية ومن الناحية المهارية ومن الناحية التكتيكية، وفاز على فريق الترجي 3-1، والنتيجة الأشواط 25-22 25-22.